هنشوف الاول اللي الموبايل انوتيشن. لو انا عندي ملف من على الموبايل محمله ملف ادوبي اكروبات ريدر، بفتح الملف اهو بالشكل ده كده، ومن قائمه فايلز اللي تحت بختار الملف، من على الديفايس بتاعي بختار الملف اهو ليرنينج كلتشر، هو اللي كنا محملينه بالساي هاب. ادي الملف اتفتح بالادوبي، بضغط على علامة القلم اللي تحت دي عشان ابدأ اعمل editing وهايلايتنج، اعمل هايلايتنج وكومنتس على الملف. بضغط على كلمة كومنت وهيبدأ يظهر لي الشريط اللي تحت ده اللي منه باخد رمز القلم اللي في الاول على الشمال، ده معناه ان انا عايزة اعمل هايلايتنج للتكست وكده. بغير من اللون الاصفر ده اللون الهايلايتنج، فانا مخليه الاصفر، واروح على التكست المكان، طبعا بكبر النص بالشكل ده. فانا مثلا بروح على الفقرة دي، مثلا انا الفقرة دي قرأتها ولقيتها بتتكلم على الادفانتجز مثلا للكولابوراتيف تكنولوجي او للجوجل دوكس، فهاجي مثلا بنشر انا الجزء ده عايز اعمل له هايلايتنج اهو، بضغط عليه وبسحب بيتحول يبقى باللون الاصفر بالشكل ده كده. عايزة الفقرة دي كمان اعمل لها هايلايتنج، برضو بتك على زرار القلم اعمل editing واختار comment واختار الزرار الاول على ناحية الشمال، ده معناه ان انا هعمل هايلايتنج. وجزء من النص اللي انا عايزة اعمل له هايلايتنج او ان انا اعمل له علمه، بضغط اهو واسحب اهو بيطلل باللون الاصفر زي ما انتم شايفين كده. لو انا عايزه اضيف كومنت في الحته دي واكتب عليها ان دي بتتكلم عن الادفانتجز مثلا، هحط الرمز اللي جنب اللون الاصفر تحت الزرار اللي هو رمز الشات بوكس كده اهو، اللي هو اتنشط دلوقتي بقى بالازرق اهو بالشكل ده، ده الزرار ده. هروح في المكان اللي انا عايزه احط فيه الكومنت وليكن هنا في اول الفقره، هضغط هنا اهو بالشكل ده كده وابدا اكتب الكومنت بتاعي، ليكن انا هنا بتكلم على الادفانتجز. ده كده شكل الانوتيشن لو انا عايزه اعمل كومنتس وعايزه اعمل هايلايتنج من تطبيق الادوبي من الموبايل، وبضغط طبعا بوست كده اتحط الكومنت. بعد كده لما باجي افتح، انا طلعت خلاص اهو، بروح على علامه الصح اللي فوق كده عشان يتسيب شغلي على ملف البي دي اف، وبرجع اهو من فوق برضو. لو فتحت الملف تاني اللي انا كنت فاتحاه هلاقيه برضو محتفظ بنفس الهايلايتس والكومنتس اللي انا حطيتها. لو ضغطت على المربع بتاع الكومنت ده اهو بيكتب لي الكومنت اللي انا حطاه تحت، وهكذا على مدى النص كله كده. ده الكومنتس والهايلايتس دي بنسميها تكست انوتيشن. طيب انا لو عايزه اعمل نفس الكلام ده بس من على تطبيق على الجوجل درايف، على الجوجل درايف، ان انا الملفات البي دي اف اللي انا حطاها لجوجل درايف عايز اعمل الانوتيشن دي فيها، فطبعا هفتح الدرايف زي ما قلنا لما بكتب كلمه درايف بس بيكمل، وبضغط انتر هيفتح لي الدرايف بالملفات. اتاكد ان انا ضغط على ماي درايف عشان يفتح لي الفولدرز اللي انا كنت رافعها. فهفتح البلندد ليرنينج هنا، فلقيت عندي الملف اللي بالانجلش، هروح على نفس الملف بس اللي انا رفعته على الجوجل درايف اهو، فهفتحه بالشكل ده، وهو في حالته بي دي اف مش هيقبل ان انا اعمل عليه انوتيشن، فانا هقفله تاني، هعمل بالباك دي كده وهضغط عليه كليك يمين واختار اوبن وذ جوجل دوكس عشان يحوله لي لملف جوجل دوكس او اشبه بالوورد عشان ان انا اقدر اعمل انوتيشن عليه، يعني هايلايتس وكومنتس. هو نفس الملف اللي احنا شفناه على الموبايل. نفس الكلام لو عايزه على الفقره دي اظللها اعملها هايلايتنج بالاصفر، بنشطها عادي اهو، فقره بنشط اهو كليك بالضغط والسحب، واروح هنا على الزرار رمز القلم اللي فوق ده كده الهايلايت كولر، واختار اللون الاصفر كده. انا عملت هايلايتنج للتكست. عايز ان انا احط كومنت عليه اهو بالشكل ده، هاجي مثلا حتى من قبل ما انا اعمل الهايلايت بنشط الجزء اللي انا عايزه احط له تعليق زي ما انتم شايفين. اول ما بنشط اي جزء بتلاقي الجوجل دوكس تلقائي طلع لي جنبها الزرارين دول، الاولاني لو انت عايز تضيف كومنت، التاني لو عايز تقترح تعديل او تصحيح النص. خلينا نضيف كومنت حتى لو الزرارين دول ما ظهروش، بروح على رمز الاد كومنت موجود فوق اهو، بضغط عليه واختار كلمه كومنت واكتب النص اللي انا عايزاه هنا، وليكن انا عايز اكتب ان هنا دي ادفانتجز، بتكلم على ادفانتجز البلندد ليرنج او هنا على الجوجل دوكس، وهقول له كومنت كده نضاف التعليق. عرفت منين ان انا اول ما بتك عليه اهو بيتنشط التعليق بتاعي ناحيه اليمين، وهكذا اي جزء تاني عايزه احط عليه تعليق بنشط الجزء ده.
واروح اضغط على اد كومنت واضيف ان انا مثلا هنا هتكلم على برضو ان دي بتتكلم على الادفانتجز، واقوم رايحه ضاغطه اسحب تحت كده واضغط واختار واضغط كومنت عشان يتسيف الكومنت اللي انا عملته حتى من غير ما ظلل. هو الجزء اللي اتحط له كومنت بيتظلل تلقائي باللون الاورنج، يعني اول ما هنشطه هيزرد هيبرز ناحيه اليمين الكومنت المرتبط بيه، برضو الجزء اللي فوق اول ما اضغط عليه هيبرز الكومنت المرتبط بيه. كده انا عملت هايلايت للتكست وعملت الكومنت. بعد ما بخلص هو تلقائي بيسيف الملف. انا لو قفلته اهو بلاقيه تسيف اهو بنفس الاسم بس في شكل ملف في جوجل دوكس. لو فتحته تاني هتلاقي الهايلايتس والكومنتس، يعني الانوتيشن اللي انا عملته اهو متسيف عليه. انا لما بضغط بالشكل ده كده اهو، لما بضغط بيبرز التعليق المصاحب ليه.